سكرين. I have not yet finished. Please hear. Okay. طيب النهارده ان شاء الله نبدا مع بعض هنبدا نعمل مشروع بس ما عندناش لوحه قد يعني المره اللي كان عندنا قد فقلنا لا المره دي هنبدا من غير لوحه قد ونشوف ازاي نبدا في المشروع باذن الله تمام. فعشان ابدا تعال بص كده على الصفحه الرئيسيه اللي موجوده عندنا بلاقي عندي هنا البروجكت دي الحاجات الخاصه بالمشروع والمشاريع اللي موجوده معايا اخر اربع مرات اشتغلت فيهم وفي فاميليز دي اللي هي لو حبيت تبدا معايا حد من صفر باشمهندسه يا باشمهندسه احنا نبدا من صفر النهارده لو حابه انك تبدا معانا تمام. فالفاميلي دي زي بلوكات عناصر جوه الريفت واحنا ممكن نقسمهم ل سيستم فاميلي اللي هي بتبقى موجوده في قلب الكمبيوتر تمام زي ايه؟ زي الحوائط يعني انا لو بدات اشتغل مش هيقول لي مفيش حوائط عندك زي الكيبل تري زي الضغطات زي البايب كل الحاجات دي موجوده عباره عن فاميلي جوه المشروع نفسه وفي فاميلي لودابول اقدر احملها من عندك زي الابواب والشبابيك والاعمده وهكذا. طيب لو جينا نبص هنا في الريسورس دي بيديني بعض الهلب بيديني مثلا ايه الجديد في الاصدار دوت بيديني بعض الفيديوهات في دروس تعليميه في حاجه اسمها ديسك اب ستور. ايه الديسك اب ستور دوت؟ الديسك اب ستور ده عباره عن متجر بيديني ادنس بيديني دخل تاني بيديني ادوات بتسهل عليا في الشغل. دي عباره عن ادنس او بيسموها ايه ليها اسم تاني في الاوتوكاد تمام عباره عن ادوات بتدي طاقه وبتدي قوه للبرنامج بيكون في حاجه مش موجوده في البرنامج هو بيعملها مثلا التسليح في البرنامج ضعيف فهو بيديني اداه للتسليح. الاسانسيرات موجوده بشكل ضعيف فهو بيديني اداه تعمل الاسانسيرات على طول مباشره تمام. فبيديني حاجات تسهل عليا الشغل فالابس دي ساعات بتسهل عليا وبلاقي حاجات كويسه جدا وفي حاجات كتيره فري. يعني على سبيل المثال ممكن اقول له دور لي في الريفت دور لي في الحاجات الفري دور لي في حاجات الاركتكتشر يبدا يجيب لي الحاجات المعماري اللي ممكن تسهل عليا الشغل زي ان انا اصدر اوتوماتيك من الريفت للاكسل على طول سكادول بلس زي مثلا ايه تاني في حاجات اسمها روم فينش دي اداه برضو اللي هو عباره عن ايه انا عندي الغرف عملتها وعايز اعمل فينش فعايز ايه اقول له 1 مللي للحوائط اللي عندي فبقول له ايه روم فينش فبيبدا هو يعمل لي حته رفيعه خالص بسمكه 2 مللي بالفينش اللي انا عايزه تمام. في حاجات مثلا خاصه بايه ان انا اختار نوع الازاز اللي انا عايزه في حاجه اسمها ووكس رو 3 دي كل الحاجات دي موجوده ببلاش وبتدي قوه البرنامج. خلينا نجرب مثلا روم فينش اهوت ابعت لكم الرابط لو حد عايز يجرب عليه بس لازم يكون عنده حساب اوتوديسك فينشات تمام. خلينا اجربه عندي داونلود او مساحته 1 ميجا يعني حاجه بسيطه خالص انستول كلوز افتح بقى الريفت في إيه حد كده في العشات. طيب دلوقتي انا عايز ابدا مشروع جديد هقول له مثلا انا عايز ابدا النيو ماشي فجاب لي قايمه بالتمبليت اللي موجوده في المشروع دول مش بس التمبليت اللي انا ممكن اشتغل عليه ممكن اقول له براوس واختار تمبليت جديد تمام. كل دي بقى في حاجات خاصه بالالكتريكال في حاجات خاصه بالاستراكشر في حاجات خاصه مثلا بالعماره وهكذا
طيب هختار مثلا انا عايز اركتكتشر. الكونستراكشر معناه ايه؟ معناه المعماري والانشائي في نفس الملف. طيب انا هختار دلوقتي مثلا الاركتكتشر، اقول له كانسل واقول له انا عايز اركتكتشر تمبليت. التمبليت هو عباره عن ملف فيه الاعدادات المظبوطه بتاعتي. طيب هقول له دلوقتي ايه؟ اوكي. انا ممكن افتح. طيب ايه الفرق بين المعماري والانشائي في موضوع المعماري والانشائي؟ ليه التمبليت بتاعهم مختلف؟ عشان فاميلي، عشان في مثلا، طب تعالى نفتح الاستراكشر ونشوف ايه الفرق بينهم. الاستراكشر بيكون عامل لي لوحه فيها الاناليتيك مثلا. طب ما انا ممكن اخد اللوحه دي احطها عندي خلاص، خلصت بقت هي تمبليت الاثنين. ايه الفرق بين المعماري والام اي بي؟ الام اي بي بيكون بيظبط فيه الفيتنج، تمام؟ فلو انا مظبط الفيتنج في الملف بتاعي ينفع اشتغل بيه معماري وانشائي وكهرومكانيك، تمام؟ يعني الفكره كلها في بعض التعديلات لو انا عملتها التمبليت بتاعي مش بيشتغل كله. ضغط اهو، هيبدا يرسم الضغط. خلينا اخليه ميكانيكال، الفيو ده خليه ميكانيكال. ميكانيكال. لما اجي ارسم الضغط هيبدا يرسمه ما بدون امشي خالص. خلينا نرسم على ارتفاع اوطى من على 1200 مثلا. المشكله بقى لما هاجي اخد كوع، الفيتنج مش موجوده في المشروع دوت. طيب ازاي احمل الفيتنج؟ لو انا جيت هنا وعلمت على دوت ودخلت كده في الايديت، طيب هلاقي ان الروتنج بريفرنس كلها نون. ليه؟ ما فيش حاجه متحمله في المشروع دوت، تمام؟ فانا لو حملت الفاميلي خلاص هيشتغل معايا بدون مشاكل. طيب خلينا نعمل تمبليت ستراكشر، اقول له نيو بروجكت واقول له انا عايز واحد ستراكشر. طيب الفرق في الاستراكشر ايه؟ الموضوع الاناليتيك، موضوع لو انا قلت له ان انا عايز احط مثلا عمود كولوم فلا في اعمده جاهزه، تمام؟ ممكن يكون محمل الفاميلي الخاصه بالتسليح، تمام؟ فبيوفر عليا وقت ان انا ممكن احملهم. طيب لو انا عندي تمبليت، انا اشتغلت على تمبليت معماري وانا في نص الشغل اكتشفت ان انا عايز احط حاجات انشائي، افتح الاثنين مع بعض، افتح الاثنين مع بعض واروح لقائمه مانش. هاجي هنا واقول له ان انا عايز المشروع الاولاني، المشروع الاولاني اللي هو معماري، واروح لقائمه مانش. في امر جميل جدا بيوفر عليا وقت اللي هو ترانسفير بروجكت ستاندرد. ترانسفير بروجكت ستاندرد بشوف ايه الحاجه كويسه هناك ويبدا ياخدها. فببقى فاتح الاثنين مع بعض واقول ترانسفير بروجكت ستاندرد، تمام؟ فبيقول لي المشروع الثاني ده اللي هتنقل منه، ويقول لي عايز تنقل ايه من كل دوت، فاقول له مثلا تشيك اوت وابدا اشوف ايه الحاجات الاستراكشر. عندي مثلا سلاب ايدج سيتنج، الاعدادات بتاعت السلاب ايدج. عندي مثلا الحاجات الخاصه بال مثلا الاعمده، الكاميرات، الحاجات دي كلها. ممكن يكون في ملف انا مظبط حاجه معينه، مثلا مظبط الاعداد بتاعت الريندر والاعدادات مظبوطه، فبدل ما انا اخدها واحده واحده بتاخد وقت. المره اللي فاتت اتكلمنا على الفلتر، فبدل ما اقعد اعمل فلاتر واحده واحده، لا انا ممكن اسحب كل الفلاتر اللي انا عملتها في المشروع اللي فات واحطها هنا. فده امر بيسهل عليا كتير قوي اللي هو امر فلتر، ان انا بدل ما ابدا شغل من الاول لا انا ممكن اسحب الشغل. طيب حاجه ثانيه، لو انا عامل اسكادولات في مشروع وعايز اسحب الاسكادولات دي عندي، بدل ما انا اجي هنا واروح جاي في الاسكادول واقول له رايت كليك واقول له نيو سكادول وابدا ادخل الاسكادولات، لا انا قبل كده عملت سكادول زمان وكان كويس، ليه ابدا من صفر؟ فانا اعمله ازاي بقى؟ عايز اسحب الاسكادولات، عايز اسحب الشيتات، عايز اسحب حاجات كتير قوي. اروح لقائمه انسيرت واروح لقائمه انسيرت فروم فايل، تمام؟ خلاص ممكن اقول له بقى انا عايز اسحب الفيوز فروم فايل، واختار ملف كده يكون فيه شغل كويس، وليكن مثلا انا مش ضامن الصراحه الشغل ده، انا شغال 2018، 2018 في مشروع شغالين فيه في 2018 اليومين دول، لسه بنبدا فيه تبع يو سي سي. يو سي سي كومن داتا انفايرمنت. خلينا نختار واحد معماري،
ده مشروع حقيقي شغالين فيه دلوقتي، عبارة عن باص ستيشن. انا قلت له ما تفتحش المشروع، قلت له دور على الحاجات التو دي اللي اقدر اسحبها من المشروع دوت واخدها عندي. وانا شغال بالجالي كده مشروع فلقيته حلو، هقول له انا عايز الحاجات اللي موجوده فيه. طيب هو كده بيفتح الملف ويبدا يوريده الملفات اللي موجوده جوه. طيب لو احنا بنفكر كده نبدا مشروع جديد ازاي، اول حاجه ممكن اعملها، او بيقول لي بقى ايه، عندك سكادولات اهو. خلي بالكم مفيش هنا ولا سكادول، مفيش ولا سكادول في المشروع. تمام، هعلم على السكادولات اللي انا عايزها. تمام، ممكن اعلم برضو على الشتات، وكل واحد بوقف عليه بيبدا يجيب لي صوره بريفيو ليها. ده شكل الشيت وده شكل الشيت. ممكن اقول له بالاول شيك اول واقول له اوكي، فيبدا يسحب الشتات والاسكادولات جاهزه. طيب احنا اصلا ما فيش حاجه عندنا في الشغل، فلو جيت بصينا كده هتلاقي كل الاسكادولات فاضيه. هتبدا امتى؟ طول ما انا شغال كل ما ارسم حاجه يبدا يظهر معايا في الاسكادول. اول ما احط عمود يبدا يظهر في الجدول بتاع الاعمده. مثلا الروم اهي فاضي خالص، مفيش ولا روم في المشروع. طول ما انا ببدا اشتغل هتبدا تظهر معانا الاسكادولات والحصر اللي طبعا المهندسه الاء مهتمه بيها. حسيت مركزه قوي اول ما جت صوره الاسكادولات. طيب طيب اول حاجه ممكن اعمل ايه؟ اول ما ابدا مشروع ايه الحاجه اللي انا ممكن ابدا فيها؟ طيب اول حاجه ممكن ابدا بيها ان انا اظبط الارتفاعات بتاعتي. تمام؟ ليه؟ عشان المعماري كده كده هيضربها بعد شويه. فاول حاجه اعملها هدخل على الافيشن وابدا اشوف الارتفاعات اللي انا هشتغل عليها. طيب في خط هنا، الخط ده بتاع ايه؟ الضغط اللي احنا رسمناه من شويه. تمام، طيب لو انا عايز يبقى 3 دي هاجي هنا اقول له فاين يبدا يظهر معايا. طيب اقول له ديليت. طيب ابدا بقى اظبط الليفلات، ده عندي ليفل 1 ليفل 2 اليونت مظبوطه، تروح بقى ايه مكمل. هقول له ليفل، اول ما بختار ليفل بيبدا يظهر معايا ميك بلان فيو. فانا ممكن اقول له ايه، انا محتاج السيلينج، محتاج الفلور، محتاج الاستراكشر. جبتها منين؟ من اركتكتشر ليفل، وبعد كده اخترت ميك بلان فيو، بلان فيو تايب. ظهر لي الثلاث حاجات دول، فاقول له اوكي وابدا ارسم الحاجه اللي انا عايزها على ارتفاع مثلا 3 متر 400 اهو من هنا لهنا. اوتوماتيك ظهر عندي ليفل 3 في الاستراكشر وفي الفلور وفي السيلينج. المرة اللي فاتت اللي كان بيعمل التمبليت ما كانش عامل فيه استراكشر. فليفل 1 وليفل 2 ما لهمش استراكشر. تمام؟ طيب اعمل لهم ليه استراكشر؟ اعمل لهم ازاي استراكشر؟ اجي من قائمة فيو. تمام؟ واروح قايل له انا عايز بلان فيو استراكشر بلان. فهيبدا يشوف ايه الليفلات اللي ما لهاش استراكشر. تمام؟ اللي لها استراكشر مش هزيره. طب لو انا عايز يظهر برضو الحاجة اللي موجودة قبل كده هشيل العلامه ديت. فانا عندي كده ليفل 1 وليفل 2 اعلم عليهم واقول له اوكي بقى موجودين عندي هنا في الاستراكشر. ماشي؟ طيب يبقى انا هدخل هنا برضو في الالفيشن، هل دول اللي انا محتاجهم ولا محتاج حاجه كمان؟ ممكن اقول له انا عايز واحد كمان، اقول له ليفل وابدا ارسم. انا دوس على الجريد غلط، ليفل وابدا ارسم من هنا لهنا واستنى لحد ما الخط يلقط معايا. ليه؟ على اساس لما اجي اسحب بعد كده في اي لحظه يبقوا كلهم ماشيين مع بعض، ما يبقاش في واحد فيهم منفصل عن التاني. طيب لو انا عايز يبقى واحد فيهم منفصل بحيث ابدا اسحب اشيل العلامه دي وابدا اسحب. خلاص لو رجع تاني خلاص هيبدا يرتبط. طيب لو انا عايز اخلي الكلمه دي تطلع فوق بدوس هنا
واظبطها بحيث تطلع بالشكل ده. طيب ليفل 4 اقدر اعدل؟ اه تقدر تعدل اسم وتسميه مثلا سكند. طيب بيسالني بقى بيقول لي لما عايز الاسم الجديد ده يسمع في كل الفيوهات ولا في ده بس؟ فبقول له اوكي، فاسمه فعلا بيتعدل في لوحه الاستراكشر ولوحه الفلور ولوحه السيلينج، ولو في اي لوحه ثانيه برضه اسمها هيتعدل، يعني لو في سيكشن متاخد نسبه ليه. ثانك يو. طيب بعد كده لازم ارسم الجريد. اغلب الناس بتبدا من غير ليفل ومن غير جريد. طيب هبدا ارسم جريد، هقول له الجريد هو اوتوماتيك بيبدا يعدل. طب انا لو عدلت دي مثلا خليتها 4.1، تعال نشوف هيعمل ايه. 4.2 وهكذا. طيب ابدا ممكن اقول له انا عايز جريد بقى كده واخلي دي بالحروف كابيتال A. طيب بعد كده جريد ممكن اقول له مثلا دلوقتي انا عايز اعمل دايمنشن دي اي، عملت دايمنشن من هنا لهنا 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 لهنا. طيب عايزهم كلهم ايكوال بيساوي بعض، هدوس على علامه ايكوال هيبداوا يساوي بعض دلوقتي. طيب يعني لو انا جيت على ده وسحبته كده يبداوا هم يظبطوا نفسهم بنفسهم. طيب ممكن اجي هنا بدل ما هو كاتب لي كلمه ايكوال هقول له لا ده انا عايزك تكتب لي الفاليو بتاعتها، فيبدا يجيب الفاليو. طيب لو في هنا رقم مثلا خبط في حاجه او المسافه قريبه ممكن اسحبه كده شويه ماشي. طيب لو انا جيت سحبته هنا وحاسس ان شكل الارك ده مش حلو عايزه خط، ادخل هنا في ايديت. طيب هنا بلاقي كل الاعدادات اللي اقدر اعدل عليها تعدل لي في العنصر نفسه. تمام لو دخلت كده والاقي ايه الدايمنشن سترنج تايب، عندي ثلاث انواع. تمام طيب اول نوع كونتينيوس، ده كام وده كام وده كام. طيب النوع اللي بعد كده بيقول لي لا بيس لاين، يعني اول خط من اول نقطه لثاني نقطه كام، وبعد كده اول نقطه لثاني نقطه، اول نقطه لثالث نقطه، اول نقطه لرابع نقطه. ده بالشكل دوت يعني من واحد ل 4 بيساوي 3 متر و1 من 10. طيب ممكن اجي هنا واقول لا ده انا عايز بقى ايه ادخل اعدل في واحد كمان ابلاي، بيبدا يجمعهم مع بعض يعني من هنا لهنا كذا ومن هنا لهنا ب 15 متر ومن هنا لهنا 23 وبعد كده ب 31 بدا يجمعهم. فاللي احنا متعودين عليه اللي هو دوت. طيب القوس ده عايز اخليه خط، هدخل هنا في الايديت. طيب وبدل ارك اخليه لاين. طيب المسافه المفروض تبقى قد ايه؟ اقدر احدد المسافه. الليدر تيك مارك اللي هي العلامه ديت ممكن اقول له انا عايز على هيئه اسهم مثلا. وشو ليدر وين تكست موف لما تكست تتحرك. ممكن مثلا ايه لاين ويت، لاين ويت اللي هو السمك لما اجي اطبعها. هو المفروض ان الخطوط دي تبقى خفيفه فمخلينا واحد، لو انا خليتها مثلا اربعه هتبقى تقيله. تظهر معايا امتى؟ لو انا دوست على العلامه دي كده خفيفه كده اللون تقيل شويه. طيب لو جيت هنا تاني بيقول لي ايه اللاين كنترول في جاب بين 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 اول نقطه والمسافه ديت، ممكن اتحكم في الجاب ديت. ممكن اخليها مثلا 10 ودي 10 مثلا، فيبدا يخلي في مسافه من هنا لهنا من اول نقطه انا سحبت منها لهنا. ممكن تخليها مثلا 30 اخدناها اكتر من اللازم 20 مثلا 20 اي بالشكل ده. ممكن تتحكم في الكالر بتاع الخطوط، بدل ما هو اسود تدي له اي لون تاني، ممكن تدي له مثلا لون رمادي عشان يبقى خفيف شويه. تمام التكست نفسه الكتابات نفسها ممكن تخليها التكست سايز مثلا بدل ما 3 تخليه 2 مثلا، فتلاقي الكتابات صغرت.
ممكن تكست باك جراوند، يعني لو في كلام او خطوط تحت دي يتعامل معاها ازاي. يعني على سبيل المثال لو انا سحبت ده وحطيته هنا على الخطوط ديت، تمام؟ لاحظ عمل ايه؟ عمل اول حاجه خلى اللون رمادي زي ما احنا اتفقنا، زائد ان الخط اللي تحت الكتابه عمل له هيدن، يعني لو عمل مربع كده اي حاجه في المربع ده بتختفي. طيب لو جينا هنا تاني وقلت له لا انا عايز ادخل في الايديت تايب، وقلت له لا خليها بدل ما هي باقي لا خليها ترانسبيرنت، خلي في شفافيه، فلو في اي شغل حوايط او كده تبدا تظهر الشغل بتاعي. فدي بتبقى يعني اختيار كويس لو احنا جايين ايه نشوف الطباعه تبقى عامله ازاي. طيب هنبدا نرسم الحوايط، بس قبل ما نرسم الحوايط هعمل حاجه صغيره كده عشان مش مهندسه نشوه استراكشر، واقول له ان انا عايز اعمده كولوم. ففي اختيار هنا اسمه اد جريد، يعني حط لي الاعمده مكان الجريد. وفي اختيار لازم احطه اللي هو بدل الدبس ده هاي، يعني ما يبقاش تحت لا يبقى لفوق، واخليه مثلا لحد ليفل 3. يبقى انا كده هرسم العمود بالليفل اللي انا فيه لحد ليفل 3. لو قلت له دبس يبقى هينزل ايه للدور اللي تحت. واختار حاجه اسمها اد جريد، يعني اول ما تلاقي خطين جريد قاطعين مع بعض حط لي عمود، ماشي؟ وتاج اون بليسمنت، يعني كل ما تحط عمود ابدا حط لي التاج بتاعه. فجاب لي الرساله دي، معناها يا باشمهندسه مفيش فاميلي للتاج، يعني في فاميلي للعمود بس التاج بتاعت العمود اللي مش موجود. فاقول له يس، وروح رايح لايه للانوتيشن، واقول له سيفل، واقول سيفل ولا استراكشر، استراكشر احنا كنا بنقول عمود انشاء استراكشر كله. اوبن. طيب بعد كده بقى هبدا اسحب كل الجريد معايا واقول له ايه فينش، هيبدا يحط لي العمود ويبدا يحط لي برده ايه الاسم التاج بتاع العمود. اول ما اغير دوت التاج هيتغير معاه عادي اوتوماتيك بدون مشاكل بالشكل ده. طيب نعمل تراجع، او بلاش نعمل تراجع، نعمل مسح ديت. طيب دلوقتي بعد ما رسمت الحاجات دي عايز ابدا ارسم بقى الحوائط بتاعتي. اقول له اركتكتشر واقول له انا عايز ارسم مول مثلا اهوت من هنا لهنا. طيب وعايزين نرسم مثلا عمود برضه حيطه من هنا لهنا. فاكرين في اداه احنا استخدمناها في اول مشروع اسمها سكيرتنج بورد لو روم فينش، هختارها واقول له سكيرتنج بورد. بيقول لي بقى اختار الول نوع الحيطه اللي انت عايز ترسمها، فاختار حاجه تكون رفيعه خالص 90 بريك اهي مثلا، اقول له اوكي. طيب اعتقد ان هو بيبقى محتاج روم عشان تحط بيقول لي اول روم ان كرنت فيو، يبقى لازم يكون في روم عشان نبدا ننفذ فيها. طيب خلينا نعمل روم، تمام؟ وخلينا الاول نروح اركتكتشر واقول له روم. هو الروم عباره عن ايه؟ اي مكان مغلق، فلو بلاقي حته كده مغلقه بيبدا يحط الروم. ممكن احطها مانيوال، يعني ابدا ادوس هنا، او اقول له بليس روم اوتوماتيكلي، حط انت اي مكان تلاقيه ينفع يتحط حطه، تمام؟ طيب بيقول لي لحد ليفل كام؟ بقول له مثلا من ليفل 1 4 متر، يبقى كده كل الروم هتبقى 4 متر. طيب هقول له بليس روم اوتوماتيكلي، قال لي ان هم 8 رومز. طيب خلينا بقى نروح لادنس واقول له سكيرتنج بورد، كل روم حط لي فيها ديت. عمل لي الحيطه او عمل سكيرتنج صغير اهوت. لو جينا نبص عليها في 3 دي ده السكيرتنج، تمام؟ طيب وبرده ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن اقول له في عندي حاجه اسمها فلور فينش، لو انا عندي اي روم بيبدا يحط فلور فينش
طبقة رفيعة كده للفينش بتاعتي، تمام. فلو بصينا في 3D هلاقي ان هو عمل لي اهو الفلور فينش لكل الحوايط، تمام. فدي بعض يعني مثال للادنس اللي بتوفر عليه وقت. طيب طبعا احنا فتحنا كذا ويندوز، فبيقول لي سويتش ويندوز، بيقول لي قلب شوف انت عايز اي ويندوز تفتحه. لو انا عايز اقفل كله ما عدا الموجوده هقول له كلوز هيدن. طيب تعال بقى ندخل على السكادول اللي احنا كنا فاتحينه من شويه. الروم سكادول ظهر عندي الثمانيه سكادول بالليفل بتاعهم بالاريا بتاعتهم وهكذا، والليمت اوفست وكل المعلومات اللي انا محتاجها. الجداول دي احنا ما عملناهاش، خدناها من مشروع تاني، تمام. لو احنا برضو بصينا على مثلا حاجه زي ال مفيش وول بس في مثلا فيو ليست، بدا ياخد الفيو ليست ويحطها هنا. ما نعمل واحد، تعال نعمل عمود للاستراكشر. بس خلينا نحط عماد الاستراكشر الاول. طيب خلينا نحط عمود معماري اهو، كولوم اركتكتشر، ماشي. الفكره كلها في ايه؟ انا لما ببدا شغل المهندس المعماري بيبدا يحط الاعمده بتاعته تخمينيا، تمام. وبعد كده الانشائي بيقول له لا شيل دي وحط الاعمده بقى ايه بالمقاسات الحقيقيه بتاعتي. وبرده نفس الفكره للحاجات اللي في السيلينج، اللي هو الشغل مثلا الاضاءه والتكييف والحاجات دي كلها، الاير تيرمينال، الحاجات دي هو بيحطها مجرد بس كديكور ويبدا يشوف شكلها وحاجات زي كده. وبعد كده بينسق بينهم، وبعد كده اللي هو بتاع تكييف الكهرباء يبدا يحط الحاجه بالمسافات المظبوطه والشغل المظبوط عشان ايه؟ نوفر على نفسنا الوقت في الكوردينيشن. فانا حطيت هنا مثلا ايه العمود دوت، طبعا مش صح، المقاس بتاعه اكبر وكل حاجه بس كمثال. واحط بقى عمود برده معماري تاني مثلا هنا. طيب لو انا بقى عايز احط بقى عمود انشائي هقول له ستراكشر واقول له كولوم. عندي حاجه اختيار هنا اسمه ايه؟ اد كولوم. كل ما تلاقي عمود معماري اقلبه الانشائي. اهو انسل اد كولوم. فابدا اعلم على كل المعماري، حط لي مكانهم عمود انشاء اهوت، تمام. طيب ممكن برضو ايه؟ ماشي، خلي في عمودين كده انشاء بس. سكادول اجي هنا واقول له نيو سكادول، ماشي. طيب اختار ستراكشر كولوم. الفيس مهم قوي، تمام، لان انا لو اخترتها غلط ممكن ايه الجدول يطلع فاضي. نيو كونستراكشن اكسيستنج ده لو حاجه اصلا جايه مع المشروع. ابدا بقى اشوف ايه اللي انا عايز اضيفه، مثلا هضيف الكاونت، البيست ليفل، البيست اوفست، الكوست، التايب نيم. نعم انت ادرى، سيكشن شيب، ستراكشر ماتيريال، التوب اوفست. احنا ما سلحناش بس خلينا نشوف كده. لا ما في، لا هتلاقي في حاجه خاصه بالرينفورسمنت موجوده. طيب ستراكشر كولوم اهي، شايفه الاختيار اللي فوق ده ستراكشر كولوم. طب ستراكشر ماتيريال يبدا يجيب لي كل الحاجات ديت. ممكن اقول له بقى ايه اناليتيك، فيبدا يجيب لي كل الحاجات الخاصه بالاناليتيك اهي. طيب بعد كده ممكن اقول له الممبر فورس او سكشن شيب او البروجكت انفورميشن، كل الحاجات دي اقدر اختار منها. لو انا عندي لينكات هو ده ممكن ما يكونش موجود باشمهندس عشان ده ستيك، العمود اللي احنا حطيناه اصلا ستيك. ممكن نسحب عمود انشائي ونبدا نحط خطر، ما عشان كده ممكن مش ظاهر يعني. ما هو حد ستيل هنسلحه ازاي؟ طيب نحط دلوقتي عمود خرسانه ونبدا نشوف. انكلود اليمنت ان لينك، لو انا ساحب لينكات هقول له اوكي، هيبدا يعمل لي جدول في العمودين اللي احنا ايه لسه حاطينه. طيب خلينا ندوس عمود انشائي ونرجع تاني، هقول له كولوم وابدا اشوف في هنا عمود انشائي خرسانه. لا طب لود فاميلي، وهقول له انا عايز ستراكشر كولوم كونكريت، ونبدا نختار اي واحد من دول اهوت. ريكتانجل
ممكن اقول له روتيت افتر بليسمنت، بحيث ان انا بعد ما احطه ابدا ايه الفه زي ما انا عايز. طيب بعد ما حطيته اهوت، تعالى نبص على الخصائص بتاعته. في خاصيه هنا اسمها استراكشر اناليتيك موديل. طيب خلينا نلغي دول كده او بلاش نلغي، نرجع بقى للعمود بتاعنا. نجيبه من اناليتيك. يا باشمهندس نجيبه منين؟ إيه؟ طيب طيب اعتقد استيميت رينفورسمنت فوليوم في استراكشر ماتيريال، لو حد عايز ماتيريال في ممبر فورس. طيب خلينا نبص ايه الخاصيه اللي موجوده هنا، اللي هي انيبل في ريبار كفر. طيب خلينا نبص على الريبار كفر ديت، نرجع لل كنا مسمينه ايه ستراكشر. رينفورسمنت مش موجود. لا هي الفكره كلها ان في بعض الحاجات بيكون هي عباره عن المفروض تبقى موجوده. شو دروب بانل ريبار كفر، ريبار كفر اهوت. ده الشير موديل تيتي اناليتيك. مفيش ريبار كفر. بالتالي ممكن نعمل جدول خاص بالتسليح منفصل عن ده. ريبار في واحد خاص بيه استراكشر ريبار اهو، في استراكشر ريبار اهو لوحده. طيب نبدا بقى نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها. اديت اوكي، احنا لسه ما عملناش اي تسليح خالص فهو جايبه فاضي. طيب ده بقى حبينا نسلح العمود ده سريعا عشان ايه الاغلبيه معماريين. طيب لو احنا عايزين نبدا نسلح العمود ده سريعا، اجي انا من استراكشر واقول له ريبار، بيقول لي ده لسه اصلا مش متعرف في المشروع، فلازم نحمل الريبار استراكشر ريبار شيب. عشان كده بقول لحضرتك الفرق التمبليت المعماري والانشائي، ان الريبار بيكون متحمل جاهز. فببدا بقى ايه ابدا اشوف التسليح بتاعي. لازم يكون طيب، خلينا نحط وش مظبوط. هو مش مظبوط اللي انا بعمله دوت، بس ايه انا عايز حصر بس مش فبدا يعمل لي حصر للتسليح اللي موجود في المشروع بالاسمبلي كود بالماتيريال باللي هو كانت ستارت كل حاجه. اهوت نرجع بقى لاركتكتشر، وعايزين نشوف الحوائط دي ممكن نعمل فيها ايه. الحوائط دي ممكن نبدا اضيف ليها كذا كذا لاير، بحيث ان يبقى ظاهر عندي
الفينش، فاقول له انسيرت واقول له ده الفينش، وابدا اشوف الفينش اللي ممكن تكون مناسبه ليه. بريفيو، واقول له مثلا انا عايز ايه كاربت مثلا او اي حاجه، تمام، واقول له الفينش دي اطلعها فوق بريفيو، بيقول لي ما فيش سيكنس، انت لازم تحط سيكنس. طيب فينش سيكنس 10. طيب واقول له انا عايز اعمل انسيرت فينش فينش، واقول له دي اي لاير ما خدتش السمك. طيب ما دي المفروض تاخد السمك. فينش ودي فينش ودي السمك بتاعها 10، بس خلي دي مثلا اقول له اوكي، اقول له اوكي. طيب هاجي هنا واقول له وريها لي فاين، على اساس يبدا يعمل ايه؟ يبدا يظهر كل حاجه بالسمكه بتاعتها. طيب انا عايز بقى ايه، اخد الحته ديت او خلينا نرسم حته ثانيه نشوف حاجه معينه، وقول بس يكون فيها كذا لاير عشان تظهر معانا المشكله. في مشكلة عندي ألا وهي أني لير اللي هتكمل وأنا لير اللي هتقف. يعني لو ناخد بالنا دي وقفت مثلا هنا ودي وقفت هنا، بينما اللير دي هي دي اللي كملت، تمام. ففي ليرات بتقف وفي ليرات بتكمل، تمام. طيب عند التقاطعات بتحصل المشكلة دي، وبتحصل برضو لما أحط مثلا زي باب، مثلا حطيت الباب هنا، تمام. فهل اللير تقف ولا تيجي هنا وتلف؟ تمام، ممكن اللير تيجي وفي لير معينه تيجي تلف عند الباب. طيب تعال نشوف القصه دي، ندخل هنا عند الحته ديت اديت، طيب اديت الليرات اللي محطوط عليها العلامه دي معنى كده انها لما تيجي هنا هتقف. الليرات هنا في القلب الجزء بتاع الاستراكشر لا، محطوط انها لازم تكمل، تمام. طيب يعني انا لو شلت العلامه من دي وشلت العلامه من دي وشلت العلامه من دول وقلت له اوكي، هتبدا انها ايه كانها بتكمل. الاول كانت عامله ازاي؟ تعال نشوفها اديت. بص في الاند محطوطه رن، لا هقول له اللي كمل هنا، هنا دي ات اند يعني في اخر اخر الحيطه، وهنا ات انسيرت يعني لما يكون عندي باب. طيب هقول له هنا البوز يعني الحاجات اللي في الناحيه دي والناحيه دي هيكملوا. طيب اوكي، بص حصل ايه هنا، اللاير اللي موجوده في الفينش اللي بره جت ولفت عند الباب، وفي الفينش اللي جوه جت ولفت عند الباب. طيب في الاخر هنا خالص المفروض ان كلهم بيقفوا، طبعا شكلها هيبقى وحش قوي ان اي حد واقف شايف التفاصيل اللي هنا، فممكن اقول له اديت واقول له لا في النهايه خلي الاكستيريور هو اللي يلف، واقول له اوكي واقول له اوكي، فيجي يخلي في الاخر خالص الاكستيريور هو اللي يلف معايا. طيب عند التقاطع، تعالى نشوف عند التقاطع، فكر انا اللاير فيهم القويه اللي هيحصل لها رابس، ممكن نقول له مثلا دي خليها داون في قلب الكور. بص اختلفت هنا ازاي، داون دخلتها في الكور، ودي برضو داون اهي. ونشيل العلامه بتاعت الرابس ديت، او هو شالها اصلا، تمام. هو بيبدأ يشوف انهي فيهم الاقوى ويخليها هي اللي تكمل. طيب التقاطعات، طيب انا عندي هنا برضو في تقاطع بين ده وده،
ماشي، عايز اتحكم في شكل القطع اللي هنا، ممكن اجي اعمل ايه من موديفاي، الاقي عندي هنا امر اسمه وول جوين، ابدا اختار كده، ممكن الحيطه تكمل بالشكل دوت. تمام، عندي اكتر من شكل، عندي الشكل دوت ممكن اقول نكست فيعكسها، عندي شكل دوت بيعملها بزاويه 45، عندي سكوير اوف بيعملها بالشكل دوت. تمام، ممكن تقول له فيو سيتنج او كلين جوين او دونت كلين جوين، او ممكن تقول له ديس الاو جوين، هيخلي كل حته لوحديها كان مفيش اي تقاطعات خالص، او ان هما الاثنين مش شايفين بعض. تمام، طبعا شكلها يعني مش حلو. فالاحسن ان احنا نخلي فيه جوين بين الاثنين بالشكل دوت. طيب الناس تجربها ونشوف في مشاكل. باشمهندس زينب، عندك انسيرت، عندك حاجه اسمها انسيرت فروم فايل موجود عندك؟ انسيرت، انسيرت فروم فايل، فايل بكلمة انسيرت. طيب احنا كده حطينا الروم اهيت. تمام، لو انا عملت سيلكت هيبدا يجيب لي معلومات عن الاريا، الفوليوم، كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها في الدرس بتاعتي. ممكن اعمل لوحه خاصه بالاريا، لوحه خاصه بالاريا، اروح رايح لقائمه فيو واقول له ان انا عايز اعمل بلان فيو اريا بلان، اريا بلان مثلا ليفل 1. اوكي، بيقول لي هو يبدا يعمل حدود الاريا بتاعتي، بقول له يس. دي بقى بحيث ايه ان انت متخصصه في موضوع الاريا. ممكن اجي هنا في قائمه اركتكتشر واقول له انا عايز اعمل مثلا اريا باوندري، هيبدا يحدد حدود للغرفه بتاعتي. ممكن انا اقول له لا، الحدود بتاعتي مثلا من هنا لهنا، مش المبنى كله مثلا، وهكذا. لوحه خاصه بدراسه الاريا، ممكن اقول له انا عايز اعمل اريا اهوت، تبدا بقى تحط الاريا، يبدا يحط لي معلومات عن الاريا. تمام، هو معتبر ان دي كلها اريا واحده، فانا ابدا اقسمهم بقى، اقول له لا ده انا عايز الاريا باوندري، ممكن مثلا الاثنين دول انا عايز اعتبرهم اريا لوحديهم، الاثنين دول اريا لوحديهم. ممكن غرفه واحده تقسمها لاثنين اريا. الواحد لازم انت ايه، مجرد بس لوحه فيها معلومات خاصه بالاريا اهوت بالشكل ده. هو حتى بيحطها في جزء كده لوحده اسمها اريا بلان، بحيث تبقى عارف المعلومات بالاريا، بحيث ان انت لو انت عايز تبيع غرف معينه حاجات زي كده. طيب لو انا عندي الـ 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 الغرفه نفسها عايز اقسمها، ممكن اجي هنا واقول له الروم دي اعمل لها روم سبريتور، اقسمها لنصين مثلا. فلما تيجي تقول له روم، بيعتبر دي غرفة ودي غرفة. طيب انا عايز اظهر المعلومات كاملة عن الغرف دي، اقول له عايز اعمل روم تاج، تاج اول نوت تاج، هعمل تاج لكل الوول
وكل الدور وكل الرو، فيبدأ يحط لي كل المعلومات بالشكل ده. طيب عايز طول ما انا شغال يبدأ يظهر لي الخطين دول، فاخش هنا في في واخش في الروم اهوت واقول له انتريور فيل وريفرنس، الريفرنس اللي هي الخطين، فيبدا يظهر لي لون ويبدا يظهر لي الخطوط ديت. ونفس الكلام برضو للسكشن، وانا اقف دلوقتي بحيث الناس تطبق، اقول له اوكي جو تو فيو، واخش بقى في في واقول له وريني الغرف لحد فين. روم فيبدا يعمل لي الغرف بالشكل دوت. تمام، هو هنا واقف لحد ليفل 2، بفرض ان الغرفه دي مطوله معايا ممكن اخليها تبقى طويله لحد كده، وهو اوتوماتيك بيحس بالفلور، يعني لو انت حاطط فلور او سيلينج بيبدا يصغر الحاجه لحد ما توصل للمكان اللي انت عايزه. الناس تطبق كده. الله ينور الفندق مره. طيب في احنا كنا كام زمان ان انا ممكن الون الرومز او الون اي حاجه من خلال المعلومه مثلا زي اسم الغرفه. اروح لقائمه انوتيت وهقول له احنا عايزين نلون باسم الغرفه اللي هي color for legend، اقول له روم نيم كده، كلهم واخدين نفس اللون لانهم كلهم نفس الاسم. هسمي دي مثلا روم 01 ودي روم 02، هيبدا ايه يلون كل حاجه حسب الغرفه حسب الاسم بتاعته. ماشي، طيب ممكن اجي هنا واقول له edit scheme واقول له لا ده بدل كده اعمل لي واحده مثلا بالنمبر، واقول له لون هنا بالنمبر. تمام، فبدا يلونه برقم الغرفه ابلاي اوكي بالشكل دوت. تمام، ممكن اقول له لا لونهم لي بالديبارتمنت، يعني مثلا ممكن اقول له ايه كل الغرف بتاعت الاداره لها لون، كل غرف الضيوف او المستاجرين لها لون وهكذا، فيبدا هو ياخد الالوان ديت. مثلا ممكن اقول له بالديبارتمنت، ديبارتمنت لسه انا مش محدد اي حاجه في الديبارتمنت، بس لو انا علمت على الروم دي والروم دي ونزلت هنا للديبارتمنت واديتها اي اسم مثلا خلاص ودوست انتر، خلاص دول بس اللي خدوا لون، فانا ممكن الون من خلال اي خاصيه من خصائص الروم. تمام، اجيبها منين؟ من انوتيت كلر فور ليجند.